من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على إيفان أحلى غدوة. يا فهم على الراديو، اهلا وسهلا ويا مرحبا، نسلم عليكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا داخل او خارج حدود الوطن، وين ما يوصلكم صوتي يا فهم. نقول لكم ان شاء الله نهاركم مزيان ونهاركم اسعد الايام، سعيد نتقابلوا. شكرا لاختياركم يا فهم في الوقت هذا، من الخمسه للسبعه فريق الدوامه بلوسي، ونسكم يرافقكم بالاهم الاخبار المحليه والعالميه. نرجع نحكيوا اليوم على ماتش كره القدم، نحكيوا على ماتش البارح الترجي والنجم الرياضي الساحلي، الحصيله في الاشتباكات بين الامن والجماهير. نمشيو بعد شويه زاد الملعب رادس مع صديقنا مهدي العيادي، نشوفوا الاجواء في مباراه النادي الافريقي اتحاد بن قردان. نرجعوا للاجواء السياسيه، زياره رئيس الجمهوريه للاسواق اليوم، الكلام مع الصحفيين وتصريح حصري مع صديقنا قيس بنين الميكرو اي اف ام، الحديث ايضا على 14 جانفي 12 سنه تقريبا تعديوا بالتمام والكمال على تاريخ الثوره في تونس. ونرجعوا ايضا على ملف خطير في تونس، عصابة سرقة النحاس. هذا الكل أكثر نحكيوها مع الفريق اليوم، يحضر بحذية الأستاذ طارق العليمي. أستاذ مرحبا. محمد أهلا وسهلا بك، مرحبا بالفريق الطار، مرحبا بضيفنا، مرحبا بالناس كل يسمع فينا ويتفرجوا فينا على يفهم. شارك العادة يكونوا ساعتين فيهم الضحكة والإفادة والمعلومة، وإن شاء الله سي حسن اليوم ما يبخلش علينا لأنه من الأيام المجيدة أي في تاريخ سي حسن بن عثمان. في تاريخ سي حسن ذاك عليه جانا اليوم محط الحتة ما شاء الله عليه، كما كل يوم استعمل أرقى ما عنده أغلى ما عنده بالكشكول هذا. ليش تهم الله يخليك، شو استعملت يعني اللي وجدت بس؟ السلام عليكم. ما شاء الله معنين تصور الدريسينج نتاعك ما شاء الله، كان هذا اللي لقيت البس تبارك الله سي حسن. هذا البس مغطي ما تحب مغطي لي مال. هلا عند الاعلام خالد تيوتي، مرحبا بكم. مرحبا بيا فيم، حاجه اللي حلوه اكل الكشكول. اي 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 هذيك ترى كيف في اللمسيس في التيا تاع بشوي في اللمسيس وفي الافام وتلقاها في الربوفيكا جاي. يحضر بعدين اليوم ضيفنا الشاعر الغنائي ان شاء الله في رصيده فوق قديش من غنائي حاتم الجيزاني. فما انا عندي عامين كل 700 بارك الله. حاتم الجيزاني ضيفنا لليوم، مرحبا يا حاتم. يعيشك بك، ميرسي على توجيه الدعوه. التحية لخويا طارق، خويا خالد، خويا حسن، ويا فهم أنا زرت قبل وعلقتي بها نعتبرها استثنائية، خاطر الفضاء بالحق تحس ما فماش فيه كنوع من الإقصاء أو الاستماع للرأي والرأي الآخر، وهذا حاجة معنا سياسة اللي نحبذوها معنا في معنا في الإعلام، وإن شاء الله نعديو حصة تحفونا نعديو سيئتين باهين. ما جاش يدي فارغة حاتم الجيزاني، جانا بغنية جديدة باش نسمعها في ساعتنا الثانية. الغنية عنوانها يقول دز النحة. كلمة تونسية 100% نعرفوها من بعد شوية، لكن نمشي وتوا جولة للأخبار العالمية مع آية بالغايب وراجعين. عسليمة ومرحبا بكم في حصة اليوم، باش نعمل بكم جولة على أهم الأحداث العالمية اللي أثرت جدل واسع خلال 24 ساعة. 30 مليون طفل يعانيوا من سوء التغذية في 15 بلد، من بينهم نلقاو اليمن، السودان والصومال، بسبب الارتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية الأساسية. هذا اللي خلى الأمم المتحدة تطلق نداء إنقاذ قبل فوات الأوان لجمع الأموال. نمشي والروسيا، وإن أكدت المتحدثة باسم الخارجية إنه بلادها وتركيا على خلاف فيما يتعلق بخطة السلام الأوكرانية اللي وصفتها بالمزعومة وشدت على إنها غير مقبولة، والسبب هو تركيا كانت قد أعلنت دعمها لخطة كييف المكونة من 10 نقاط. في أمريكا اليوم أكثر أخبار قاعدة تداول فيه الصحافة هو الأعاصير اللي تضرب جنوب الولايات المتحدة ويوصل لدمر مئات المنازل ويقتل 6 أشخاص إلى حد الآن. من أمريكا نلقاو روحنا في بريطانيا ونحكيو على مذكرات الأمير البريطاني هاري اللي عملت ضجة كبيرة، وفي أحدث ردة الفعل شن المذيع البريطاني الشهير بيرس مورغان هجوم لاذع وين ألقى المذكرات في سلة المهملات في المباشر، كما أكد إنه هذا مكانه المناسب. في مصر برنامج كلام الناس المذيعة المصرية ياسمين عز على قناة الام بي سي يحتل أولى مراتب مواقع التواصل الاجتماعي. البرنامج هذا تقدم فيه المذيعة بعض النصائح للمرأة في التعامل مع زوجها، الأمر اللي اعتبره مجلس القومي للمرأة في مصر إهانة وتحقير وتقليل من شأن المرأة المصرية، وعلى السلطات إيقاف هذا البرنامج على حد تعبيرهم. جولتنا لليوم وفيت باش نخليكم تتابعوا أهم الأخبار المحلية، رياضة، ثقافة وسياسة، تحديات، حوار مع الشاعر والفنان حاتم الجيزاني في الدوامة بلوس مع محمد الخميسي وكامل فريق البرنامج. شكرا ايه بالغايب حوالي الكياسات. تود سويت تجيب حذانا الجميلة جيهان تود سويت.
من 5 ل 7 متاع العشيه الدوامه بلوس مع محمد الخميسي على اي اف ام. احلى غدوة. من 5 ل 7 متاع العشيه الدوامه بلوس مع محمد الخميسي على اي اف ام. احلى غدوة. يا فهم على راديو مرحبا بكم جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. رجعنا لكم هذه دوامة بلوس ساعتنا الأولى. يحضر بحذية خالد التويتي الأستاذ طارق العليمي جاهبذ الإعلام والإعلاميين حسن بن عثمان والشاعر الغنائي والفنان حاتم الجيزاني 13 جانفي 2023 12 سنة التالي كان التاريخ هذا هو يوم تاريخي وآخر خطاب كان للرئيس بن علي توجه به للتوانسة. التاريخ والخطاب اللي برشة توانسة وقتها ظنوا أنه بن علي أنقذ به نظامه أنقذ به الوقت ذاك وقت اللي قال أنا فهمتكم وفهمت الجميع. نسمع مع بعضنا بعض من الخطاب هذاك بتاريخ 13 جانفي 2011. أيها الشعب التونسي أنا فهمتكم وفهمت الجميع. الوضع يفرض تغيير عميق. نعم تغيير عميق وشامل. حزني وألمي كبيران. حزني وألمي كبيران. اليوم صديقنا برهان بسيس كشف بعض كواليس الخطاب هذا الخطاب الأخير اللي كان بن علي قال إنه السيد عياض الوذرني قال كان فما بعض الجمل اللي بن علي رفض إنه يقولهم من بينهم إنه بش نطلق زوجتي وقت ليلة ترابلسي بش نحاسب ترابلسية وقال بالحرف الواحد ما نحطش حبل على رقبتي. لكن التاريخ هذا قبل ما نعطيكم كلمة كان فيه زادة لقطة شهيرة لليوم التوانسة يتفكروها ولليوم التوانسة قاد في تاريخ الثورة وأيامات والساعات الأخيرة للثورة. باش نشوفوا مع بعضنا الإكستريت ومن إخوراي الفريق. ما زلت فما اختراقات. سأقول الشعب التونسي الآن اسمعني سأقول الشعب التونسي الآن وفاة السيد الرئيس بن علي وفاته معناه يعني فليكون الوفاة معنوية غير جسدية. إنما بن علي اللي كنتوا تعرفوه انتهى توفى وهذا يهم. وبالمناسبة كل الشعب التونسي بل بالمناسبة كل الشعب التونسي تسمعوا يزي أنهيتم بهمتكم وبارك الله فيكم عودوا إلى أمنكم. السيد مات. حيث يا حسن لو تسمح باش نقدمه في الحوار لكن قبل ما نقدمه في الحوار لأنه فما تشنج كبير نتابع معا هذا النغم الوطني لسوني مبارك ثم نواصل. أوه نغم وطني لسوني مبارك زادة مرة زادة مرة أخرى. بأي ذكريات حسن بن عثمان تشوف التصريح هذا متاعك؟ ذكريات يعني أليمة. ذكريات المخاطرة بالحياة. ذكريات التهور اللي احيانا يعني الغير محسوب ما تعرفش شنو كان ينجم يصير لي. بالتاكيد شنو كان ينجم يصير لي كان واضح ان اللي ينجم يصير لي اخي لعب هو واحد يطلع في التلفزه الرسميه الاولى في تونس السبعة في تونس السبعة في بلد من العالم الثالث ويعلن موت الرئيس يسحقوه ومش يبخروا بيه يعني. ولكن من فضل ربي الحقيقه والله العظيم من فضل ربي من فضله تعالى في ترتيب الاحداث قبل ولا بعد خطاب انا فهمتكم هذا الكلام لا هذاك فهمتكم ما هو النهار 13 هذا يعني نهار 14 الصباح والنهار 14 مش صباح يعني بعد الظهر بعد صلاه الجمعه بعد الظهر والناس خرجت زمر بعد الخطاب تاع انا فهمتكم الاستاذ طارق العليمي والفريق خرجت زمر تخرج صحيح. من غدوه انت تقول بن علي مات ما هو يعني هذيك اسلوب الفاسد نتاع السياسه التونسيه وقتها والتجمع الدستوري وكذا وكل يعني المغالطات السخيفه والرديئه وشكون قتلوا بن علي ما وقتلوا هذا السلوك وقتلوا بيلاطو الرديء في ذلك الواحد ما نجمش يدير الازمه هذه لو بقى نظام بن علي لو زاد مثلا اشهر بعد شنو انا وشراني مش معك ساعة اولا ثم يعني نحن لو كان نقيسوا هذه الحاله بالحاله بتاع 84 مثلا اي وقت اللي الشعب التونسي في ثوره الخبز وطار على الخبز جانفي خبز مسوخ ديما جانفي سخون في تونس مسوخ في خبزته مسوخ في خبزته يعني قام الشعب التونسي يعني واحتل الشوارع وكذا كذا وبورقيبه حس بالتهديد الوجودي لسياسته ولشخصه فقال نرجع وين كنا وكان بن علي يعني خذا كلام الودرني حسب برهان المسيس اللي كان صدقنا الروايه هذه يعني ويعني اعلن الشعب التونسي ساعتها يعني انه يعني يتبرأ من الطرابلسيه ويتبرأ من الجماعه لانه الطرابلسيه ساعتها غاولوا ما اصبح حديث حديث العامه والخاصه كان ينقذ النظام كان ربما كان ينقذ ساعتها ممكن كان يرضي خي الشعب شنو الشعب مجموعه ما مشاعر واحاسيس وكذا اذا كان عرفت او قدرت على دغدغتها ومسان الوتر الحساس في الوقت المناسب ما هي كهو عاد
12 سنين بعد حسن بن عثمان كان يرجع بك الوقت كنت تقولوا الكلام هذا تعاودوا؟ يا ودي ما يرجعش الوقت سامحت شيء ما يرجع كان يرجع ما يرجعش وما ما يرجعش في ظرف اخر مثلا نعاودوا نعيشوا نفس الظروف تقول يا اخي ما نعرفش ما يرجعش هو هذا الشيء ما يرجعش هذه حاجات يعني عابره في التاريخ ما حسبت ليش قلتها وتعدي وانتهى الموضوع. الاستاذ طارق العليمي تسمع مثلا اليوم الكلام يقول لك بن علي ما حبش يقول الجمله ذيك قال ما نحطش حبل على رقبتي بالله بربي سمحني يعني قبل كده يوم يومك سي حسن الله يخليني علاش يوم علاش يوم نو نو تي استاذ يعني حط روحك في 2000 بارك الله في سيادته وعلى كل حال كلمات هو من رفعته واخلاقه يوم هذا حقك هذا حقك يوم التواسى ما انا حتى شيء اي لا لا يوم جزء جزء انا عملت ساعتها ربما فرض كفايه اي باش نحكيو على يا سيدي بن علي شقال فاكر المقطع اللي عديته هون الان يعني من الخطاب وقال لابد تو هو شو اسمه هو بن علي نظام هو اسمه عهد التغيير هكا ولا أي. بعد يجينا نهار 13 جان في 2011 يقول لابد من تغيير عميق وشامي يعني نحن تغيرنا عندنا 23 عام مع سيادتك نحن نغير وفي الاخر جي يعني في 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 احيانا في اللغه من يعني اللغة يعني تغش هو يتصوري أنه يغش في الناس باللغة فاللغة تنقلب عليه رخو اللغة اللغة فيها بركة ربي والدق الدق تعرفش معنى الدق كما نقول تحت فيه اللغة العربية تحت فيه اللغة اللي استعملها هذيك أخي تستعمل اللغة كي تستعملها أنت وتسرف في استعمالها بطريقة فاسدة وغشاشة هي ما هو تعود عليك كما عدت على برشا ناس في هالثورة تحت فيه اللغة باهي الأستاذ طارق العليمي كي تسمع اليوم مثلا برهان بسيس يقول لك بن علي قال ما نقولش الكلام هذا كأنه بن علي خاف من العائلة خاف من الزوجة في الفترة ذيك أكثر من الحراك الشعبي أكثر من التوينس اللي خارجة نعرف يمكن تقول لي لعبة استراتيجية ولا جيو استراتيجية أكبر وتقرر أنه بن علي معاج لكن هذه الساعات الأخيرة قبل الخطاب جملة هذه قال ما نقولهاش. شوف ما ينجمش يكون واحد أعلم بدواليب الدولة ما قبل 14 جان في أكثر من برهان بسيس إذا كان عنده المعلومة أنه كان باش يقولها وما قالهاش لكن انا نحب نحط الاطار الزماني نتاع 13 جانفي 2011 نحن اليوم 13 جانفي 2022 23 وضعيه اخرى حاله اخرى توجه اخر حتى المراجعات الفكريه لمن كان مع وضد تغيرت بعد 12 عام باش تلقاها مختلفه لكن الخطاب تاع 13 جانفي كان الخطاب الاخير لبن علي قبل رحيله ربي يرحمه وينعمه لكن الاشكال فين انه عمل ثلاثه هذاك الخطاب الثالث ثلاثه خطابات من 17 ديسمبر ما ننساوش كان ثم خطاب الوعيد الاول سرقات عصابات مش هذم جماعات داخله ثم كان الخطاب الثاني بين الاخذ والرد خطاب الوعيد وممكن الخطاب الثالث الناس الكل انتظرت انه يكون خطاب المحاسبه الحقيقيه خطاب تحمل المسؤوليات خطاب القرارات اللي باش تفيد المواطن لأن المواطن صحيح طالب بحرية كرامة وتشغيل خطاب 13 جانفي تغير ساعة على مستوى الشكل أول خطاب اللي بن علي فيه مزيج بين الدارجة وبين اللغة العربية ما عادش الورقة المكتوبة التي يكتبها مستشاري في القصر ويتلوها تحت تصفيق آل بن علي ومن معه اختلف الأمر فهم أنه الشعب هذية في 2011 تغير ولازم يحكي بلغته حتى العبارات الناس كي كتبت من بعد قالت روا عبارات أسقطت تجيبوها لهم البرة قالوا لازمك تحط قوله. لكن حتى كي تحط الخطاب لاني عاود سمعته اليوم كان في خطاب اللكن يعني فهمتكم وفهمت الجميع عبارة مهمة جدا تنتظر بعدها قرارات واحد إيقاف اثنين التحفظ ثلاثة تغيير أربعة تأميم خمسة فهمتكم وفهمت الجميع لكن عاودنا رجعنا في الخطاب بيدو باش يقول لك لا راهو ثم جماعات وثم واكثر من هكايا ما مسش لي بيه الفايده بن علي قال في خطاب 13 جانفي قال الحريه للجميع يعني اعترف انه قبل 13 جانفي ما كان ثم حريه قال الانترنت للجميع اعترف انه قبل 13 جانفي 2011 ما كانش ثم انترنت قال اليوم باش نعمل محاسبه لكن ما عملهاش ما انتظره الجميع كما كان يحكي سي حسن وكما الناس كل كانت في المخيله نتاعها ما قامش به بن علي وحتى الناس اللي خرجت تتزمر راهو في نفس الوقت خاطر ثم مشهد وقت ما زلنا في اعلام السلطه ما نكذبوش وحتى الناس خايفه المشهد لو كان مشهد اخر في الاحياء والحكومة الشعبيه كان ناس خارجه وتعيط عنف واللي يحب يسرق واللي يحب يخلع واللي يحب على خبزه واللي يحب يقول الكرام راهو مش هذاك صحيح لا بروفوني من غدوه تاكد انه خطاب 13 جانفي ما عطاه حتى شيء ورحل بن علي وبقى الشعب التونسي وبقي الشعب التونسي خالد تويدي وين كنت في 13 جانفي فما حاجه سؤالي سمعت خالد وين كنت في 13 في تونس خرجت مع الشعب
ما خرجتش. هنقول لك علاش. فما حاجه نقول لك حاجه. بن علي قبل الطرابلسيه نوع وبعد الطرابلسيه نوع. شو حتى على بعد ولده اسمعني لا او شو كيف حاجه. فما حاجه لازمنا نعطيه حقه. وقت بن علي جاء عمل لي ديفلوبمون ريجيونو، كان شفت المناطق الناميه عمل لهم ديفلوبمون ريجيونو، عامل 25% سيفونسيون تمشي تحل المعمل غاديكا يعطيوك 25% من تكاليف المعمل. الحاجه اللي من بعد اللي هذه باش يجيب المستثمر، باش يجيب المستثمر احسن. وقتها بن علي ايش عمل؟ الدينار قبله مع ولا الورو 1180 180 دولار. اي دولار والورو 180. لا مش 103 دولار. دولار تقريب الدينار التونسي كان تقريب يقابل ويعادل الدولار. دولار ايوه بارك الله فيك. جاب دخل ناس باش تولي تستثمر في تونس. صحيح. دونك بعد كي جاو الطرابلسيه ان لكيدهن عظيم سحروه ودرش عملوا له الراجل الكل يلعب بالوليد في القصر. يعني هذه تحكي عليه حتى اليوم ابو ريان صديقنا ابو ريان اليوم يلعب يلعب كان اسمعني شوف بن علي كان راجل دوله بسيس ابو ريان بوش بسيس خلينا ما نفدوش تو الملفات. شوف يا حبيبي فما واحد الماجور دوم بن علي الماجور دوم بن علي هذا يعني رجل بن علي او الخدام بن علي في القصر عملت له واحده فرنسويه كتاب اسمه بهذا العنوان يحكي فيه على تفاصيل من هذا القبيل كيفاش يلعب كان بولده ويعني اهمل يعني القياده فهمتني وكذا كذا حتى وثائق بحيث تو الناس كل ولات معلمه راهم يا اخي ما الواحد يستحي يا اخي افهم روحه وينسب كلامه والسلام عليكم. حاتم الجيزاني 13 جانفي انا اتذكر خطاب 13 جانفي اتذكر فيه التصريح رجعت حتى بالضبط حتى قال زيدة سونيا بارك وحتى حاضر يذولي جميلة الماجري نذكر من ذاك حسن وحسن نشقول لك الكلام تيعه ذاك في كما قلت في محطة معناها وطنية بالنسبة لي أنا أعتبرها شجاعة برشا ولا قلت الرجل ذي بحكم معرفتي به في المجال الثقافية وكذا معناها قلت الرجل ذي ذولي أعرف الدواخل أعرف فما كواليس أنا ما نعرفهاش كمواطن اخترق الدولة واخترق الدولة وكذا والرجل بكل هذه الشجاعة يقول بن علي مات معنويا معناها وفاء ثم أهبطت 14 جون أهبطت خرجت للشارع خرجت للشارع شارع حبيب بورقيبة وفرحت بالحكاية مالوريزمون وقتها فرحت بالحكايه كان مشكلتنا في تونس كانت مشكلتنا مش بن علي فما منظومه كامله وفما عائله ونحن كنا ياسر نتقزم الحكايه تكون قبلنا عن يوم الوزراء في عهد بورقيبه تولت عائله ونحسوا في عماد ومراد وفلان وكل مره يخترق حاجه كل مره يفكوا حاجه حتى من العائله نتاع الرئيس كانت عندنا يمكن نوعا ما الاحساس هذاك كونه لازم نتخلصوا منهم هذا كان بن علي ممكن وقتها هذا حديث الشارع كان ينجم وقتها يمنع روحه يمكن بطلاق ليله والتحقيق كانت تبدل الدوله ممكن ياسر كانت تنطلي على الشعب التونسي واضح احسن ونكمل به الموضوع هذا باش نتعدى شويه سكوب نعطيك سكوب اول مره اقوله أيوة. يعني نحن ليلة 13 هذه جانفي اليوم الخميس 13 جانفي 2011 الناس كل يعني العالم كامل يعني مركز على تونس هكا ولا تلفز الكل عاد من أحد التلفزات ومنش ثبت بالقدية توا العربية أو سكاي نيوز أو شيء من هذا القبيل فما سياسي تونسي اسمه عماد الدايمي أي طبعا عماد الدايمي هذاك ليلتها خرج وقال قبلي أنا بن علي مات لكن هو قالها البرة وقالها قبل النهار وانا سمعت وانا نتبع فيهم الدايمي ومش الدايمي ودوام لله الكلهم نتبع فيهم باللوب نعرفهم من قبل ونعرف خطورتهم ونعرف روابطهم ونعرف منين جيهم المعلومة الحقيقية ومنين لذلك انا ها مصادر بتاع المعلومات اذا نعرف قلتهم شوف ذكاء وده احسن برأ روحه من تهمة انه اخترق الدولة في الفترة ذيك اعطانا المصدر له يا ودي برشا ناس مخترق بالوكالة برشا كثير من البغال الكثير من البغال حاشا اللي يسمعوا فينا حاشا اللي يسمعوا فينا طبعا اما مش حاشا البغال حاشا البغال الحقيقيين نحب البغال الحيوانات اما البغال الكائنات البشرية عندكم في الفيرما عندكم في الفيرما برشا كثير من البغال قالوا لي انت جاتك المعلومه من سيا قلت لهم انا بالكش من الكاجي بي ربو ثبتوا زيدوا ثبتوا ما دامني مهم لهالدرجه ما دام عندي وامريكا بجلاله قدرها ما قلت لي شكون تعطي المعلومه اسال في حسن بن عثمان اي يعني ما قلتش سامحني محمد يظل مجله الحياه الثقافيه اللي كان هو معناها من بركلم المديرين الموجودين رئيس هي ماهيش وطنيه هي وطنيه شتاتيك ايه؟ نجم على طريق المجله ينجم يخترق
ايوه وحاتم الجيزاني القاضي. شو نخترق قناة في السلطة؟ انا اشتغل في مؤسسة دولة. في مؤسسة دولة صح. شوش بعجالة. اي بعجالة عنا تليفون. لانه من الايامات اللي لازمنا نشتغلوا عليها محمد ولي تنسيت 13 و 17 و 1 جانفي ما ارخناش ما كتبناش ما حكيناش عليها كما يجب كتابة. انا كعبد الجليل التميمي مؤسسة التميمي هذيك جابت الكل. جابت حاري وعالابس بعمل ما استدعونا كالتميمي هذاك. ايوه دونك لم نشتغل على ارث 17 الى 14 جانفي لا فنيا لا على مستوى الانتاج الفني ولا على مستوى الانتاج الادبي. لكن الحاجة اللي نحب نركز عليها حتى لو كان بن علي محمد في الوقت ذاك اخذ قرارات ضد الطرابلسية ولا طلاقه من ليلة يظهر لي نفره المجتمع التونسي. حالة الغليان كانت أكبر من أي قرار لأنه مش يقولوا عملت ذي غدا باش ترجعهم لي بطريقة أو بأخرى. أنا نحب نقضي مع النظام اللي كان موجود. واضح. الأكثر ديتاي تلقاوه غدوة في حلقة خاصة وحلقة مطولة 14 جام في مع صديقنا مراد الزغيدي في عنا أجندة عديدة الضيوف باش يكونوا موجودين شهادات كبيرة ويمكن حصريات أول مرة باش تتقال غدوة من نص النهار الماضي ثلاثة عنا أجندة مع مراد الزغيدي. نمشيو تسويت نحكي مراد ملك الأجندات. يلا نحكي سبور. نحكي سبور قبل ما نرجع على حصيلة البارح صديقنا مهدي العيادي معنا من رادس. مهدي مرحبا. مرحبا محمد. مرحبا بالناس كل معك في الثلاثة والفواصلين على إي إف إم و إي إف إم تي في. وجيك في وقتك محمد. هدف الأول لاتحاد بنكرتي أمام النادي الإفريقي واحد بلاش عن طريق رفيق الكافيتش هدف الفريق سجل هدف بعد كرة كانت مرتدة من الدفاع النادي الإفريقي. عرف في شيخ الكرة ومسيخ الإسعاد يسكن الكرة في شباك الحارس معاذ حسن كما قلت في وقت واحد سنة قلعتها أبو نافكي 73 واحد بلاش لاتحاد بنكرتي أمام النادي الإفريقي. للأمانة شوط أول كان متوسط بين الفريقين. شوط ثاني فما تغيير كان بيت هيد سابي دخل حمد العبيدي لاعطاء إضافة حركية في خطوة الهجوم الذي رفضها في فرصة راعت مع مقياس عيقانة ودفاع الاتحاد بن جدال. وهدف الاتحاد كان عن طريق هجوم معاكس الاتحاد بن جدال في أكثر مناسبة كان لازم يسجل هدف الأول عن طريق هجوم معاكس خاصة عن طريق الثلاثي فخري العوشي نفق كمانجي ووضح الزيدي كما قلت محمد في وقت 29 لاعب من الشوط الثاني والنتيجة واحد بلاش هدف مقابل صفر. اتحاد بن قدام في مواجهة نادي الافريقي. الاجواء قلت لي المباراة تكتيكيا فنيا شوط اول ممتاز. احكي لي على اجواء المدرجات الفيراج شيء الامور ما فهمتش اليوم مارينيش برشا تدور من نادي الافريقي محمد لامانا ما جاش برشا مدير جماهير الافريقي خاصة على مردود الفريق رينا حتى اليوم الصباح الهيئة النادي الافريقي هيئة التسجيلات على نادي الافريقي عطت نداء للتحالي في الروح الرياضية ما فهمتش مشاكل لامانا قاعد يشجع الجمهور عمل 13 بتاعه كالعادة الفيراج النادي الافريقي لكن ما فهمناش برشا ناس ماهوش هذا اللي عودنا عليه جمهور الافريقي اللي يجيب 20000 24000 للملعب راس اليوم حوالي 12000 13000 في ملعب راس. واضح. شكرا لك مهدي. نرجع لك من بعد تعطينا الاجواء ما بعد المباراه وتعطينا النتيجه النهائيه. خالد تويتي الافريقي متاخر في النتيجه هدف مقابل صفر. جماهير مقاطعه ظهر لي بسبب المردود اللي ظهر به الافريقي في الفتره الاخيره. واليوم في رادس الى حد الان نحكي 29 دقيقه لعب في الشوط الثاني هدف مقابل صفر انتصار بن قردين. والله شيء حير برشا يا محمد شيء حير برشا خاطر عليش انا من بكري قلت لهم وديما ننبح ونعيط نحاول الهويه نتاع الجمعيه نحاولها الهويه نتاعها. كلوب افريكان قبل كانت جمعيات تجي والله يا محمد نربحوهم 2-3 في المنزه ويتصوروا معانا ويروحوا فرحانين. اليوم كانت جمعيات اليوم ولات جمعيه تقول لك باش نمشي نربح النادي الافريقي في تونس. دونك اليوم سعيد السايبي والهيئه الجديده والاطار الفني الجديد يا اسمني جمس تو سعيد السايبي كانت جوانتي فما ساسيه يعملوا في قرارات ياخذوا فيهم راو سعيد السايبي كانت جوان تعرف الجوان في جمعيه الجوارات هذوكم الكل ما يقدروش الجوان وسعيد السايبي مع احتراماتي ليه ونحبه وليد صغير مازال موش تاع النادي الافريقي والله شيء حير شيء حير. مبرر اليوم انه الجماهير تقاطع الحضور مثلا تعبيرا على احتجاجها كما قال صديقنا مهدي قليل ياسر نشوف مباراه للنادي الافريقي فيها وليت العباد هذيك اللي تخاط انا نحكي لك يا محمد انا واحد من الناس ساعات وليت اخويا التلفزه الماتش نتفرج نسكر التلفزه ما عادش النجم معناها حاجه من وراء العقل ما فما حتى شيء طارق العليمي هدف مقابل صفر اتحاد بن قردان على النادي الافريقي. كما سمعت صديقنا مهدي قال هيئه النادي الافريقي تدعو الجماهير الى عدم الانسياق وراء دعوات العنف والتحلي بالروح الرياضيه. هو ممكن قياسا بالاحداث اللي صارت البارح في ملعب رادس بين جماهير الترجي والامن التونسي تو نرجعوا لها بعد
من أجل أنه الناس كل تتجنب العودة إلى ملاعب بأبواب مغلقة، لأنه تعرف النتيجة الآلية يا إما الحد من طاقة الاستيعاب ما عادش نمشي في 27500 يعني ويكلو تدريجي ولا ويكلو كلي إن شاء الله. ليت ومن بعد نرجع تباعا علاش صار البارح هذاك، شنو التداعيات وشنو هي الحلول الممكنة. بقى اليوم الفريق يدخل نعتقد في أنه يكمل نتائج زوز الأخرانين الإيجابية، ما زالت المباراة 70 دقيقة لعب، ننتظر نتيجة مفاجئة الحقيقة لكلوب أنه يكون 1-0 ضد بنجردين في رادس. حاجة أخرى بالنسبة للحضور الجماهيري، خالد يقول السيد سايبي مازال بكري عليه النادي الإفريقي. شوف الكلوب أفريقيا تقعد ديما اسم كبير على أي مدرب، وكان مهما كان جيب لها واحد مبتدأ في مشواره وإلا واحد في آخر مشواره، نادي الإفريقي من الأسامي الكبار. تارك مثال شخص عليك، شفت البونتو لا ماريتوش تحقيق البونتو أي. تحس متاع جمعية كادي توكي تشوف البونتو تو تشوف أربعة كونتر أربعة في الديزو متر ما تسيرش كان في جمعياتك الوليات الصغار كادي وميني معنيه متاع شيء ما يقبلوش العقل. يعني أنا خاطر كي شفت البونتو أربعة كونتر أربعة تو تشوفها كيفاش البونتو تو تشوف البونتو قلت لك متاع جمعية كادي مش جمعية سينيور. واضح طيب. حاجة نحب نكملها إن شاء الله، يقع مراجعة التوقيت متاع المباراية هذوما راهو تلعب نهار الخميس والأربعاء، هاو البارح ريت الخمسة متاع العشية وكلاسيكو مباراة مهمة والحضور الجماهيري ما كانش كبير. الخمسة متاع العشية شكون باش يمشي لك؟ اليوم تلعب الأربعاء متاع العشية الحقيقة زادة، شكون تحب يجيك نهار الجمعة باش يعبي استاد ب 25000 ولا ب 27000 في يوم عمل؟ والأربعاء متاع العشية دونك لازم يغادر العمل نتاعو ماضي ساعة باش ياخذ ثنية باش يلقى لي براج موجودين باش تثبت من الهويات باش يدخل. إذا كان نحبوا بالحق مدارج ممتلئة بالجماهير واللي هي الدعم الأساسي لجمعيات اليوم واللي هو يرى فيها أنه رساد باش يخلص بها على الأقل المصاريف القارة، ما تنجمش تلعب خميس واربعة وجمعة ووسط الأسبوع أي. وفي مواقيت هي مواقيت شغل ودراسة ودراسة. أما ظهر زاد بالكاشف طارق العليمي اللي اليوم ما عادش نجم نأمن مباراة عادية، ولينا نتفاداو أوقات معينة مثلا ما توخرش للدنيا تظلام، رغم هذا ماتش في فريق الجمهور الواحد هاي. نحكي هاو عندي الارقام اسعاف 11 نعاون امن وثمانية مشجعين، حصيله راهي نتاع حرب ظهر لي مش تاع عباد مشات تفرج في كوره. اليوم ما عادش نجموا نامنوا ماتش كوره، اليوم نجموا نقولوا راهو عندنا عجز. يمكن العقليات اختلفت بين الامني وبين الجمهور اختلفت، لازمنا نحكيوا لازمنا نلقاو حل. الى متى باش يقعد كل ماتش يتلعب يتقص والغاز والضربين وغدوه تلقى اولاد موقفين وغدوه نسمع اليوم في الحديث يقول لك كان سيناريو عمر العبيدي كان ينجم يتكرر لطف. اي الى متى نحن كورتنا باش نمشيو في الثنيه هذيا؟ انا عارف السؤال يمكن هو اتمنى نلقاو له اجابه في قادم الايام. تعرف وقتاش نجمو نلقاو له اجابه محمد؟ وقت للسلطه الحاكمه تخدم على روحها، وقت للناس راقده يا اخي. هاو كان واقف البطوله الوطنيه باعتبار مسابقه كاس العالم، سمعناش تدابير وقائيه حمائيه على كيفيه دخول الجماهير للمشاهدات الرياضيه والتعامل الامني معاهم وحدات امنيه خاصه، ما سمعنا شيء. نجيو ليله صلاله تحب ليله صلاله والله تعمل تعبئه امنيه وتعطي 27500 وانت في الفتره الماضيه الكل الشهرين هذوما علاش ما صارتش الندوات للمصالحه الامنيه مع الجماهير؟ إيجا أخويا راه 2023 باش نحلوا كتاب جديد وكراسة جديدة باش يصيروا الهفوات، لكن مش بالدرجة ذي. حذرهم نفسانيا، أعطيه إطار آمن. ملعب راه كرة القدم ولا المنشأة الرياضية ماهوش ملعب قتال، ماهيش منشأة القتال ولا منشأة باش نفضوا مشاكلنا ولا مش منشأة باش نتعاركوا مع بعضنا. صحيح في نعاود نقول لك في الدول الدكتاتورية كانت المنشآت الرياضية هي منشأة لتصفية الحسابات، هي منشأة للقاء الشعب مع جلاده وهي متنفس باش يتكلم وباش يسب وباش يعبر وموجودة كانت في 2010 2011 موجوده. نتذكروا انه جماهير تنحالهم المراول نتاعهم تنحالهم العلامات نتاعهم ما خلاهمش يدخلوا. اليوم انت ماشي من اجل مسرح كروي، هيأتش المسرح الكروي هذا لا صالحتش لا عملتش ندوات لا غيرتش طريقه المعامله لا راهو من الطرفين. الامني كي تجيبوا الاربعه نتاع الصباح باش يامن مباراه الخمسه نتاع العشيه وصل بعد 12 ساعه ما عادش موجود، والمتفرج العادي كي انت تفرض عليه ساعتين قبل المباراه في العالم اجمع ما تلقاش ساعتين قبل المباراه تتسكر الثنيه ويتسكروا البيبان وما تدخلش. علاش يجي ساعتين اسمعني شوف يجي ساعتين قبل دونك يخرج اربع سوايع قبل المباراه، ما يلقاش بيت راحه في وسط الملعب، ما يلقاش دبوزه ماء يدخل دبوزه الماء ينحي الخطام نتاعها، ما ينجمش ياكل، ما يدخلش ولده معاه، ما يدخلش زوجته معاه، ما يدخلش بوه معاه. يا اخي ماشي حارب ولا ماشي يتفرج في مباراه كره قدم يا اخي؟ نحن في جزرنا ولا في ملعب رادس ولا في ملعب سوسة؟ هذا كل إن شاء الله يتراجع في قادم الأيام.
كي ما تحذرش، كي الدولة ما تخدمش على روحها، كي السلطة ما تخدمش على روحها، ما نجم نوصل حتى شيء، وإن شاء الله يقف النزيف هذايا وما يمتدش. خاطر نعاود نقول الأمن مواطن تونسي والجمهور هو مواطن تونسي. صح. نمشيو للأخبار العالمية. منتخبنا يبدأ مشواره اليوم في بطولة العالم لكرة اليد بمواجهة منتخب البحرين الماتش 6 على شيء. نحكيو على منتخبنا الوطني هاندبول ضد المنتخب البحريني في بطولة العالم بولونيا السويد. تسويت أحوال الكياسات وراجعين. من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على EFM. أحلى غدوة. من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على EFM. أحلى غدوة. يا فهم على راديو، مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. نشكركم انكم اخترتوا باش تعديوا معنا الوقت هذا من 5 ل 7. موعدكم معنا مع الدوامه بلوس مع كامل الفريق، هالاند الاعلام والاعلاميين، سيد خالد تويتي الاستاذ صوت العقل والحكمه، طارق العليمي وجهبذ بذ الاعلاميين واثر واحد في الاعلاميين سيد حسن بن عثمان يحضر بعدنا. ضيفنا لليوم الشاعر الغنائي حاتم الجيزاني. نتعداو تو سويت للاخبار السياسيه. في سؤال اليوم على طمأنة التوانسة على الموارد الغذائية، في حوار ولا في تصريح حصري مع صديقنا قيس بنينة الإذاعة يافام لإذاعتنا هوني رئيس الجمهورية، هكا جاوب سيدي رئيس. معني رمضان نجم نطمنوا الشعب التونسي انه باش يلقاوه المواد الغذائية الكل متوفرة. انا باش نعمل على كل هذا لتوفير المواد الغذائية. تو البارح تحوير في وزارة التجارة، ولكن لا يكفي التحوير، لابد من الإدارة تتبع، واللي حاول يحتكر يتحمل مسؤوليته كامل. سنعول على هذا وإن شاء الله رسالة تمأنا يقول بش يكون موجود كل المواد الغذائية. فماش تعليق في الفريق؟ حاتم الجيزاني عندك تعليق على الكلام؟ كان ما عندكش قولي باس باس اسبيرون بيان اسبيرون بيان باس. طارق العليم ان شاء الله شكون اللي اليوم تقول له راه باش نوفر لك المواد الغذائيه وراه باش نقضي على النقص وراه باش نحي لك الاشكاليه نتاع الحليب والسكر وال وغيره من المواد، ويقول لك لا ما طلع لك كلام مطمئن. لكن الثاني كالعاده ضد شكون المجهول. الاشكال اليوم مازلنا ما عرفناش هل انه ثم نقص ولا لا. انا نقول كمواطن ثم نقص والسلطه تقول لي راهو موجود، خلينا نعرف شكون الصحيح وشكون الغلط. اذا كان ثم من المتسبب، بالكش يا سيدي الانتاج في حد ذاته نقص، بالكش الدوره العالميه في حد ذاتها نقص، بالكش الفلوس نتاعنا ما عندناش. نعاود نقول لك كي تعطي اجوبه مطمئنه لعقل المواطن راهو يتقبل النقص كما يتقبل الزياده، حتى الامباكت نتاعها يكون صحيح. اهم على طبعا التغيير في وزاره التجاره هل انه هو الحل ام لا؟ انا ما نتصورش انه تغيير فرد ينجم يغير منظومه نقص المواد الغذائيه في حد ذاتها. اللهم اذا كان هو كان ما يكتبش بستيلو ولا ستيلوه ما يكتبش ولا تصحيحها ما تمشيش. وهذا ما كانش التغيير هو تغيير كلي، ما ينجمش يكون تغيير وهذا اللي قاله حتى رئيس الجمهورية. عندك ما تقول خالد في كلام رئيس الجمهورية؟ فما في كلام رئيس الجمهورية من المفروض يا محمد نحن البرويبي عندنا برشا دي برودوي ليبر لامبورتاسيون، خليو الناس تجيب كيما خلطوش كيما خلطوش في تونس مثلا. تنحي المونوبول نتاع الدولة نتاع الدخان حاجات نتاع الدويات حاجات الاخرين، خلي الناس تمشي تجيبهم. الخواص يجيب. واضح. التحوير الوزاري اللي صار البارح على مستوى وزارة التجارة وتنمية الصادرات، سيدة كلثوم برجب هي الوزيرة الجديدة، عندكم تعليق على التعيين؟ حاتم. أنا ما عنديش فكرة على المرأة، لكن حبيت نضيف حاجة معناها بيتفي اللي كونه كما قال تو طارق ترحمه مشكلة كبيرة برش. هو ديما الرئيس يحكي ديما الكلام مبني المجهول، فما ناس باش نعاقبهم، فما صواريخ معناها تخطئ يصبت أهدافها، تحس ديما الكلام ديما عام. لكن مشكلة الاحتكار ينوجد أو مشكلة فما ما فما شكون يقف هذا في الحكاية قطعت هذا يمكن فما أنا نقول فما ناس ولا مجموعات ولا لوبيات استغلت ضعف الدولة في الرقابة. مثلا نقول نعطيك زنبر ضعيفة، تجيبش الحماس تلقى دخان سومه في القمرك 3700 يطلع على 6000. أنا علاش لهنا ما نبداش بالجزئيات والتفاصيل الصغيرة. نجي الحماس ما عادش كون خذيت هذاك ما عادش كون خذيت حتى اللي نتحصل عليك الحالة
الحلقه المفقوده، لكن تحس الشيء كاينه مسيب وفما ناس ولا تتجاهل كون نحن قاعدين نحتكروا، استغلينا ضعف الدوله، مش معناه كونه فما امكانيات تفقدت ولا البقره ما عادش تجيب الحليب ولا الدجاجه ما عادش تبيض العظمه، يظل لي مش هذا المشكل. واضح. نسمعوا نحن شيخ قبل ما ناخذ رايكم المجموعه في هذا التعيين، نسمعوا صديقنا محمود البارودي كان عنده راي اخر في تعيين وزير للتجاره وتنميه الصادرات. فرنا كان جابوا سامحوني في الكلمه بين قوسين كناتري حطوه في وزاره التجاره، راهي الامور تمشي خير من اللي تمشي توا. قبل رانا كنا ناكلوا في البنان وكنا ناكلوا في الواحد وكانت الدنيا ما فهمتش علاش، وها واحنا توا نحاربوا في الاحتكار ونحاربوا في الكناتري ونحاربوا في الدنيا الكل وما فما حد شيء، معناتها فما عجز في العباد اللي تحكم. دوك قلت هكا علاش حاب اقول، معناتها راهو المشكله مش في الكناتري، راهو يا سيد الرئيس عندك صحيح فما 10% 5% 20% مشكله بتاع احتكار، ولكن 80% راهي ماهيش مشكله احتكار. اليوم كان حطينا كناتري خير حسن بن عثمان، هذايا السيد محمود البارودي عضو سابق في المجلس التاسيسي. شفت كيفاش؟ اولا يعني اخونا محمود، سلموا عليه محمود. محمود سلموا عليه بارك الله فيه، وطريف هو على الاقل يفتح يعني. يعني هو في رايك في كلامه، في كلامه هو لك كلامه يعبر على الحيره يعني نشتركوا فيها الناس كل كناتري، اما لكن يعني ايضا يعبر على الحيره ويدل على عقليه الكناتري اللي عند محمود، ولا نرشع هو ككناتري يعني يتولى هذه المواضيع هذه. ويعني الحقيقه لانه ايش معنى كناتري؟ ايش معنى كناتري؟ هو الذي يصدر عن دولة موازية للدولة الرسمية. قال لك ناكلوا في البنان. ايه هذا وعلمنا يا اخي ياكل في البنان، ياكل في البنان ساعة بالله بارك الله فيك على البنان. نحب نسلم على الاستاذ اخونا شفيق جراية وربي ان شاء الله يعني طالت به الواحد، لانه مشى يعني عفسوا يوسف الشاهد ودكوا في الحبس وخلاه يعني تعفن هناك يا لطيف. هذا من الكنترية، مع انه يعني شفيق جراية يعني كان يعني كنت تاكل في البنان في فترة في فتره، هو رجل عصامي مش كناتري. أيه. عنده 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 منزله ارفع وانبل. وهذا كلام يجي ولا ما يجيش من محمود البارودي ونتعدى؟ يا ودي ما دام يتعدى في التلفزيون يجي وفي الرواد ما يجي، ما دام اي شيء يتعدى في الفضاء السمعي توا بلا رقيب ولا حسيب يجي. واضح. خالد التويتي كناتري وزير التجاره. والله ساعات الدوخ يعطيك حاجه، وقت اللي كانوا الترابلسيه كان البارابول ب 3 مليون ما يقدر عليه حد، وقت اللي دخلت الكلاترية ولات حماس اخر حماس في حماس في اللوتورو تلقى عنده الناس كل ولات بالبراب. فما حاجات كانت معاك ناتري معناها نحكي لك، فما قبل شكون يشري تلفزة؟ كنت صعيبة شريان التلفزة، تو امشي لا يدار تلقى عنده مقال حاجز. إيه خلف مع انه كناتري كتبت الامور هكا هو الكناتري واللي ساعد. انت يا اخوي مو عايش في المواطنة؟ اي ها انت معاه، اعطيني اللي عايش المواطن. اي سي طارق العليمي استاذنا وصوت الحكمة، هاي شو رايك؟ هاو في البلاتون تاعك واحد ضد كناتري واحد مع كناتري، القى لي حل. الحل نسمعوا التدخل نتاع محمود البارودي بداية ونهاية، لأنه هو الكلمة المفتاح اللي خذيتها. سي محمد أنت باعتبارك تبحث على أنك تضرب محمود البارودي، لأنه وصلني أنه ثم اختلافات بيناتكم على مستوى في البنان، نهربوا في البنان، عندهم مصالح مالية مشتركة وعندهم صفقة يحبوا يخذوا. يس بالرسمي بالرسمي صديقي محمود البارودي ما بيناتنا حتى شيء، خذينا التصريح كما هو. لا لا خذينا التصريح كما هو، لا باش نفكر الأمور لا ما اخويا ما تفضلكش بهذه الطريقه. لا اخبار زائفه هذه، لا ما فما حتى تصفيه حسابات خذها من عندي انا صديقي محمود البارودي. استنى نرجع ودي نفضلك. لكن ايش حبيت اقول لك؟ تصريح محمود البارودي يؤخذ برمته، اعطاه هو الكلمه المفتاح وقال كناتري. علاش محمد؟ لانه التصور العام انه ثم احتكار ثم احتكار ثم احتكار، بالتالي قال راهو مش الموضوع الكل موضوع احتكار، موضوع انتاج توزيع وخلاف ذلك، بالتالي يؤخذ في سياقه عامه لانه هو عطى ليكزامبل ولكن مش الحل. علاش حاجه تقول لك علاش قال كناتري؟ هو مثلا فما حاجه لازم نعرفوها محمد، فما هو الدامبينغ في الديوانه، لو دامبينغ هي حمايه المنتوج التونسي. ريت انت دبوسه الماء هذه كي تشريها لبر حتى ب 200 فرنك وتتباع في تونس بدينار لازمك تخلص ديوانه 800، هذه أيوة. حماية المنتوج التونسي. أيوة. احنا مع توانسة مع المنتوج التونسي ونحبه مع تونس، لكن تبقينا يا محمد توا كي يجيك ساسات تشوف حاجة جاية من برا تشوف سومة وتشوف سوم حاجة في تونس، معناها واضح. اخر اخبار هو
قبل اخر خبر باش نرجعوا للتسميه نتاع كلثوم برجب باعتبار نحن نحكيوا في هذا الكل بناء على تصريح رئيس الجمهوريه الميكرو اف ام ويشكر قيس بنينه انه ظني ما عملش تصريح سابق رئيس الجمهوريه صحيح. مع هذه الاذاعات او التلفزات خذيته. هل انه الحل في وزاره التجاره ام الحل في الوزارات المتداخله في العمليه الكل؟ انا راه انه الحل في الوزارات الكل المتداخله في عمليه توفير منتوج يومي للمواطن التونسي. هذا واحد. اثنين تسمي في حد ذاتها مدام كلثوم برجب ان شاء الله ربي معاها وربي يوفقها، ولكن شوفني جايه محمد، هي راهي جايه من رئاسه وحده النزاع الجبائي والصلح القضائي بالاداره العامه للاداءات بوزاره الماليه، واللي اخذت البوست هذا من شهر مارس 2022. هل أنه تسيير وزارة التجارة اليوم بالبعد الجبائي يعني باش نزيدوا على كاهل المتعاملين في المجال التجاري، أم من أجل إيجاد حلول في التوزيع والإنتاج وغيره؟ أنا ما نمنش ديما بالرجل الواحد أو المرأة الواحدة أو التسمية الواحدة، كل عمل هو عمل جماعي بين كل الوزارات، نتابعوها ونشوف تغيير الفردي ما ينجمش يكون هو الحل. هكا وفي ساعتنا الأولى سؤال للفريق، نعطيكم زادة وقت الأخبار تخموا فيه، ما معنى فرض عين؟ أصدقائنا اللي تسمعوا فينا أنتم، فرض عين بعد شوية نعرفوه، وهو مصطلح باش نعرفوا وقتاش تقال وشنو تقال، وهو في علاقة ب 14 جام في 2023. فاصل تسمعوا الأخبار حول الكياسات ورجعين. من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على اي اف ام احلى غدوة. من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على اي اف ام احلى غدوة. يا فهم أهلا راديو، أهلا وسهلا ويا مرحبا، هذه ساعتنا الثانية من الدوامة بلوس، يحضر بحذية الأستاذ طارق العليمي، الكابتن خالد التويتي، وجهبذ الأعلام والأعلاميين حسن بن عثمان، ضيفنا لليوم الشاعر الغنائي والفنان حاتم الجيزاني. قبل الأخبار في الساعة الأولى كنت وجهت بسؤال للفريق، أعطيتكم مهلة للتفكير، ما معنى فرض عين؟ ما ريت حتى واحد من الفريق خرج عمل ريشيرش ولا فركس، دونك تبارك الله عندكم المعلومة. نبدأ بيك خالد التويتي، ما معنى بس احسن خاطر قالها لي ما نحبش نقولها قبله. يلا خالد لا تبدا بس احسن لا 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 خالد ولا انت وربي عن تحسن لا ما تحلفش. امين امين علميا خالد، امين امين العلميه امين العلميه. يا اخويا بارك الله في الكابتن على اريحيته، شفت في المعلومه هو يحب يملسها لي في راسي الحكايه. لا انت قلتها لنا صحيح، هو هذا موضوع خطير يا موضوع الفرض، هذه الفروض الدينيه خاطر هذه نحن من القاموس الديني، من القاموس مصطلح شرعي اسلامي يرحبوك. يعني الفرض العين هي كل ما هو يعني معناها كل ما يتعلق بالواجبات الشرعية، بارك الله فيك، ويقصد به انه واجب على كل مسلم. بارك اياك عاوني يا حسن، مو البارح انا اما المشكله في الفرد وكفايه يا حسن، الفرد وكفايه. مو البارح سي الخماسي خزر لي انا وانت يقول يحكيوا على الدين الاسلامي ويضحك كان من قريش نحن، مو يعني هذاك اي نحن من قريش. اسمعني كابتن، انا ما نحبش نقول لك، راه وجدت بعض الملاحظات من قبل المشاهدين على اسلامي انا، وانا حضرت فيه ورقه لكن يعني برا نتجاوزها نحكيوا اول الجمعه. خلينا نسمعوا فرض عين في اي اطار، خلينا نكلمك على فرض نسمعوا اعطيني قول هو فرض العين كما تعرفته سيادتك بالضبط. أي. هو يعني فرض على فرض عين على كل على عين كل مسلم على او مسلمه، واجب على كل مسلم هذاك الفرض. أي. فرض الكفايه هو الاخطر تو، فرض عين هذاك متفقين فيه. شنو الفرض الكفايه؟ نحن اليوم مش حكيوا على فرض عين، فرض لا كفاية. لا فرض الكفايه بالنسبه لي اهم لي بمليون مره. ايه؟ لانه الفرض اللي يتيح على الاخرين، يعني مانيش مطالبين به مجموع المسلمين، مطالبين بعض الناس في المكلفين في المجتمع. اذا كان عملوه هما الفرض الكفايه يسقط على الاخرين. شنو هذا؟ مثلا واحد يعمل اختراع، هذا يسمى فرض وكفايه، يعني أيوة. الامه والمجتمع يلزموا يخترع، مش الناس كل تخترع، واحد مثلا فلاح يعمل فلاحه كبيره او هذاك، كل فروض كفايه يكتفي بها المجتمع ويتغذى ويعيش ويعني يكون له مصير. خلنا نسمع فرض عين حكى عليه سيد نور الدين البحيري.
وهذاك علاش اليوم بمناسبة ذكرى انتصار الثورة المباركة ثورة الحرية والكرامة مفروض علينا واجبنا الوطني واجبنا الديني واجبنا الأخلاقي فرض عين لا يسقط على الآخر بخروج واحد منا فرض عين على كل واحد فينا باش نخرج ونقوله كفاء باش نخرج ونقوله لقاي يزي فيه البركة فرض عين على كل واحد فينا الأستاذ طارق العليمي باش نخرج ونقوله كفاء ديجاج في تاريخ 14 جانفي في غدو. إن الحقيقة السياسة راها مصطلحات مدنية، بالتالي ممارسة السياسة تفترض أن نكونوا في إطار مدني، تنجم تقول واجب التزام البلاد تعيطنا البلاد لكن نستعملش مصطلح مدني طارق العليمي، نستعمل مصطلح شرعي من أجل شنو هو؟ ما هو الدعوة إلى تظاهر يوم 14 جانفي ثم دعوات جبهة الخلاص باش تكون موجودة في العاصمة وعبير موسي حزب الدستوري باش يكون موجود على أساس أنه يحب يعمل مظاهرة في اتجاه قصر كرتاج. هذا هو الظرف العام اللي باش يكون نهار 14 جانفي، ماناش باش نكونوا في ظرف على الاقل المعارضه السياسيه، ماناش باش تكون في الظرف الاحتفالي من اجل انه يوم خروج بن علي وهو يوم ماثور في تاريخ السياسه التونسيه، وانما باش يكون في اطار الصراع السياسي اللي موجود اليوم بين السلطه الحاكمه والسلطه المعارضه. الدعوه كيف باش تكون؟ باش تكون دعوه مدنيه بالاساس، باعتبار انا كان جيت نستعمل عبارات يجب او لا يجب، الزام ولا مش الزام، هذا واجبنا ولا مش واجبنا. هوني استعمال مصطلح من شرع إسلامي، يعني كل إنسان مطالب أنه يعمله حسب سيد نور الدين البحيري. قل لي حاتم الجيزان، هو المشكلة مش في ذلك كما قالك، أنا نضيف على الكلام خويا طارق، كونه استعمال هذه المصطلحات الفقهية هو اللي دغدغت الوازع الديني داخل، وذي حاولوه قبل وحاولوه من 30 سنة التالي، دغدغت الوازع الديني وقت تجي أنت في الحكم تلقى كان عاد كمل قال على فرض عين في الجانب ذي، كمل قول على التعويضات فرض عين زادة فرض عين لشنو؟ معناها فرض عين كي تمز معناها هؤلاء معناها في طار حتى الترويكا بيدها، معناها فرض العين انت كم نقول التعويضات فرض عين زادة، في تقول كم نقول تعويضات احتطاب. انت مش تكون موجود غدوة في 14 جام في مثلا ها فما عبير موسي والحزب الدستوري اكيد يدعي والمسار اكيد موجود، اكيد مش تكون موجود به. اي قل لي احسن بن عثمان، فرض عين بربي 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 يرحمونا هؤلاء يهديهم. علاش؟ لأنه يعني حين تستعمل مصطلحات شرعية في العمل السياسي وأنت لست شيخا ولست مفتيا. هذا السيد سنور الدين البحيري أفتى الآن، جاء بصفته محامي ورجل عدل وزير العدل كان وكذا، أفتى لنا قال فرض عين. ايش معناه فرض عين؟ معناه ما يخش نهار 14 مش مسلم، ما خرج من ملة الإسلام، خرج بالدين هذا، يعني كفرنا ضمنيا يعني. أنت بتخش غدوة عندك الله أعلم معنى يخرج من الملة، خرج من الملة. يعني هو الخطاب هذا متاع تجار الدين نحن نبهنا عليه وتكوينا به وبزلنا ونقول لهم عفوا وكفوا ويزي خطاب في عالمين المتاجرة بالدين. أحسن بن هذا تجارة رخيصة وسوداء بالدين. مش تخرج غدو ولا مكش خارج حسب فرض عين؟ ما نجاوبكش مدام هذا يقال فرض عين. أنا نعم في فرض الكفاية، أنا نعم في مواختر خلتويت فما حاجة بالله ماذا بينا نفيقوا فيها العباد يا محمد. راو فما فرق بين الوطن والحكومات، راو الناس هذاك تجيش العباد كاية يا ناس، نقول لهم راو غدوة خارجين ما نكسروش بلادنا ذاك الوطن، راو الحكومة تسير دولي بالدولة وتمشي على رواحة، ياو كي نكسروا رانا نحنا نخسروا في الاخر. يلزم ما عادش نكسروا، يجيوا خاطر كل مرة يجيوا جماعة يعمروا الناس، ناس تبدأ فقراء تخرج أشي يولي سي محمد، مظاهرات وتكسير وفي الاخر بالكل يطلع المواطن هو الخاص. واضح. اهو الكيسات توتسويت، شكرا لك خالتويت. اهو الكيسات توتسويت مع جيهن. من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على EFM. احلى غدو لغدو يا فيما على الراديو. مرحبا بكم من جديد الناس كل قاعدين تسمعوا فينا، رجعنا لكم مكملين معاكم في التسريحات بعد فرض العائل لسيد نور الدين البحيري. نمشي والقناة التاسعة برنامج روندي فونون، فين كان ضيف الحلقة البارح سيد محسن مرزوق، وتوجهت له الأستاذة سونيا الدهماني بسؤال بصراحة أثار الكثير من الجدل. نسمعوا الكلام اللي تقاله اكستريم، باش ناخذوه كامل يعني باش ما نقولوش باش ما يخرجش الكلام من سياقه. نسمعوا الاكستري كامل، نطلب منكم زاد المستمعين تسمعوا معنا ثم باش نحكيوا عليه وناخذ رأي الحضور.
شخصية ببعضنا نتفقوا. فمن الغريب أني نسمع أنه في اجتماع لحزب مشروع تونس وفي تقييم علاقة الحزب بالإعلام والإعلاميين، وقت اللي يوصل اسم سونيا دهماني يقول محسن مرزوق اتركوها جانبا، مانيش باش نعاود الكلام اللي يتقال لي بطبيعة الأمر خاطر مش حلو، يعني باش نحاول نلطفه. مغرمة بي وكما تجاوبتش معاها لهذا قاعدة تنتقم في المنابر الإعلامية. حقيقة ما عرفتش شنو اللي نقول، ما تقبلناش دوبوي، دونك كي جات الفرصة اليوم حبيت نثبتها معاك الحكاية. مصحيح. دونك اللي خرجوا من الاجتماع وعاودوا الكلام الكل حاجة من سنين، يا توا يقولوا انكشفنا وظهرت كذبتنا، ولا يقولوا محسن مرزوق يكذب. دو توت فاسون احنا باش نتجاوزوا. دونك تأكد اللي انا وياك ما عندنا حتى علاقة شخصية، عمرنا ما تقابلنا بخلاف ثلاثة مناسبات هذوما، ولست مغرمة بي ولم أراودك عن نفسك. سامحني انا نتعدوا نقطة اخرى، انا قلت نقطة اخرى اكد لي على خاطر اللي خرجوا من الاجتماع كانوا في تونس الكل. دونك مهم جدا، انا ما نحبش واحد يعطي انطباع انه نسوي يدافع على المراه، وفي المواقف اللي يتجبد اسم المراه يتقال الكلام هذا. دونك تقول اليوم تاكد انك ما قلتوش نتجاوزوها به من غير ما نطول. حسن بن عثمان، هي تحكي في الاعلام بالطريقه هذه يتقال؟ هذه مسائل عاطفيه، نحن المراوده هذه على النفس نعرفها في سوره سيدنا يوسف ومع زليخه فهمتني، وابن عشنا هذا ملعش يطرح في في الاعلام. هي حبت تطرح وهي كرونيكاره في برنامج، والسيده اللي معناها في طرحت عليه السؤال اجاب بلفمون قال لها مش صحيح. أنا سخني، أنا ما نعرفش، أنا ما عنديش مختص في المسائل. الطرح يعني في حد ذاته في الموضوع في هل يطرح في الملابس الداخلية للآخرين؟ هل به واضح الكوزين انترن. الأستاذ طارق العليمي، نعرف يمكن حساس شوية الموقف نتاعك والوضع نتاعك، لكن هل يطرح في الإعلام؟ ما كناش نجمو في الكواليس نحكيو هالنقطة ونتعداو. أنا أولا بعجالة باش نكون في موقف شخصي، الأستاذة سونيا الدهماني زميلتي، وسونيا الدهماني في حد ذاتها صديقة ليا ونتشرف بمعرفتها وبالتواصل معها. ناخذ البارتي الأخرانية نتاع سونيا، أنه يظهر لي حبة كشف المستور بمقولة أنه إذا كان ثم تبجح رجالي بأنه مع حقوق المرأة والمساواة وخلاف ذلك، فإنه يجب أن يكون هذا علنا وسرا. بقاها لأنه سرا تقال ولا ما تقالش يجوز ولا يجوز، ذلك أمر ثاني. لكن الختام نتاع الباساج نتاعها على أساس نحبك تكون موجود كما موجود أمام الجماهير كما خلف الستار، ما تكونش في الثنائية. ومحسن مرزوق قال نتجاوزه، وبالتالي نتجاوزه. يطرح معناها حسب ما فهمت من كلامك في برنامج كيما رونديفو نوف. تقييمي يطرح ولا ما يطرحش لازم برشا جرأة باش تنجم تخرج حاجة كيما هكا وتقولها للعموم وتحط روحك في مواجهة العموم باعتبارها لأنه صحيح ولا غلط. واضح، شكرا ليك باش نتعدى توت سويت. عندك حاتم الجيزاني يقول لي في عشان طبيعي طارق باش يكون الحديث قدام الكاميرا مش كيما ورا الكاميرا، نجم يكون يصير لأي حد حتى الإنسان يبدأ يكون أونات. لكن يظهر لي لقاء سونيا أنطوك كرونيكوز وإعلامية ومحسن مرزوق معنا كرجل سياسي، يظهر لي الموضوع بيدو ذي موضوع شخصي لا يهم الجماهير ولا يهم حتى الإطار اللي يجتمعوا فيه. نورمال مو أنا اللوم عليها حق خلتها الحكاية ذي خاصة بها ويظهر لي ذكر في الكواليس. واضح، تعديو تدسويت للملف الاجتماعي. أكيد برشا منكم الناس اللي قاعدين تسمعوا فينا من عرش شؤون الفريق تكونوا قاعدين فجأة تلقاو حاجة قصت ما عادش تخدم. مثلا نعطيك إكزامبل، الإنترنت تلقى قصت أيامات في دارك، تقول السبب يمكن عتب عادي ثم تتوالى المدة تتصل باش تعرف تلقى سبب مفاجئ. نقولوا بعد شوية ساعات الماء يقص فجأة، تطلب باش تعرف شنو السبب وقتاش باش يرجع، تلقى نفس السبب مع الإنترنت، تلقى الضو وغيره وغيره وغيره، والكلهم يسبوا في خانة إنه النحاس والكابلوات قاعدين يتسرقوا. هذا سبب يعني موجود يتحكي عليه اليوم. باش ناخذ اكثر ديتاي وذي من واقع شخصيه انا عشته، الانترنت قصت ايامات، طلبت الفورنيسور نتاعي قلت شنو فما استفسار عادي في بالي اشكال تقني، قال لي راهو بصراحه الانترنت سرقوا الكابلوات وراي ماهيش اول مره ومش في منطقه واحده، في اكثر من منطقه طلعت ظاهره موجوده برشا في عديد القطاعات. سالت عليها جمعه كامله مع الفريق اللي نحييه يحضر بحذنا اليوم بالتليفون السيد فاكر بوزغية الناطق الرسمي باسم وزاره الداخليه. سي فاكر تحياتي. مرحبا بك، عايش بارك الله فيك. اليوم الحديث على عصابة سرقة النحاس، هذه التسمية اللي نجم نقولها؟
ما هي مش عصابه معناتها وحده بركه، هما معناتها اشخاص هذه ظاهره معناتها خاصه عند الشباب في الظاهره الاجراميه جديده معناتها على اساس انه نحاس فيه معناتها مربوح نتاع فلوس فيه كذا، دونك برشا شباب تويك متوجهين في الاتجاه هذا يحاولوا يسرقوا نحاس عدد من عدد من الشركات. وفما زاد مربوطه زاد بالتهريب خاطر خاصة انه نحس ساعات يستغلوه يا اما في هنا في بلادنا في تونس او يتم تهريبه ساعات للخارج انه معناتها يتباع. في النقطة هذه عندكمش احصائيات ارقام سي فاكر بو صغير نتقل رسمي باسم وزارة الداخلية، ارقام ولا احصائيات بخصوص الموضوع هذا؟ احصائيات اي بالنسبة للاحصائيات هي شوف تو باش نعطيك انا احصائيات بس هي تحسها زادت شوية تو مثلا نحن تو في من سنة 2019 2020 كل عام سجلوا حوالي سنة 2019 135 قضية تاع سرقة نحاس، 132 قضية سنة 2020. بالنسبة 2021 463 قضية. سنة 2022 فاتت 700 قضية. من سرقة 200% ماشيين اي نزيدوا بريسك دوبل اي. لا هو ما نجمش نحن معناتها نجموا اللي هي الارتفاع خاطر العوامل هذوما باش تقارن بيناتهم. تو 2019 2020 ينجم يكون خاطر ثم وقتها كوفر فو ثم كوفيد ثم كذا معناتها ما نجموش نجموا انه معناتها سرق تصاعدي الا انه معناتها صحيح معناتها ثم ظاهره هذه موجوده خاطر وقتها الكوفر فو معناتها ديما السرقه هذه الاكثريه تصير في الليل وقتها ثم الكوفر فو 2019 2020 اللي هي معناتها نقصت من الظاهره هذه برشا. بالنسبة نحن الوحدات الأمنية معناتها النجاح في القضايا هذوما ثم 40% معناتها من القضايا هذوما يتم معناتها الإيقاف وهل في بعض الشبان معناتها المجرمين اللي يقوموا بالجرائم هذوما بسدد السرقة وبسدد البيوع زاد يتشدوا يا إما يسرق يا إما يبيع في النحاس يا إما يتشد يسرق وإلا يبيع. وشي العقوبات المسلطة على مثل هذه النوعية من الجرائم سي فكر ما هي العقوبات اللي سرقة سرقة هي سرقة هي جريمة السرقة تتمثل في جريمة السرقة دونك العقوبة نتاع جريمة السرقة هذه القاضي هو اللي كريتها من بعد نحن بالنسبة لنا نحن هي تعتبر جريمة والقاضي هو اللي يحكم عليها معناتها حسب جريمة السرقة شنو يزنها. بالنسبة للسرقة هذه الأكثرية تصير معناتها يمكن 80% نتاعها تصير بالليل 80% 20% في النهار وتكون الأكثرية في جهات معناتها تكون بعيدة على العينين معناتها الأكثرية في الأرياف خاصة نحن عنا بالنسبة للمرجع الحرس الوطني معناتها سنة 2022 معناتها 500 قضية سجلوا معناتها في سرقة النحاس بينما الشرطة سجلت حوالي 200 قضية دونك هنا نجموا نفهموا أنه الأغلبية من القضايا هذوما معناتها تاع سرقة النحاس يصيروا في بلايص بعيدة على العباد بعيدة على العينين اللي معناتها يطمعوا فيها معناتها المجرمين هذوما دونك لأن الشركات زي ما هي زادة تساهم شوية في المجهود بتاع الوحدات الأمنية وتحاول معناتها تعمل التأمين الذاتي بتاعها معناتها لازم على الأقل تعمل الحراس تعمل كذا باش يحاولوا أنه ينقصوا المظاهر هذه. وزاد نجموا نشوفوا انه حسب الاحصائيات تاع 2022 الولايات اللي فيها اكبر نسبه هي ولايه تونس الكبرى بالطبيعه وعندنا نابل سوسه مستير وعندنا جندوبه وقفصه ومن بعد تجي الولايات الاخرى معناتها في مرتبه ولايه تونس الكبرى كان في المراتب الاولى ما عادش نحكيو على الرياف نحكيو حتى على العاصمه معناها تقريبا بنسبه كبيره. العاصمه علاش خاطر هي فيها العديد من الشركات معناتها الكبيره واللي معناتها يخدموا معناتها عندهم هذوما تاع النحاس معناتها. وسؤال اخير سي فاكر سؤال اخير سي فاكر الشركات الاقتصاديه معناتها بصفه كبيره هذاك علاش تونس الكبرى هما يكونوا الهدف الاولاني لمثل هذه السرقات. سؤال اخير باش تكون مثلا فما تعزيز الدورات الامنيه الليليه فقط بغايه تامين بعض المناطق هذوما اللي يكون فيها اكثر تجمع للكابلوات اكثر تجمع للشركات هذوما باش يكون فما دوريات خاصه موجود. هو انا بالنسبه لي نحن في المنظومه الامنيه بتاعنا ديما بالنسبة للشركات اللي عندهم كابلوات هذوما نتاع النحاس ولا كذا ديما قرينا على حسابنا بالنسبة للمنظومة الأمنية يكونوا فيها مدوريات معناتها متحركة ما نجموش نحن نعملوا كل شركة نعملوا لها دورية بحثها قارة
اما يكونوا دوريات معناتها متحركه بالطبيعه في الدين يدوروا، اما كما تعرف المثل يقول يطرق يغب لحاحي، ما نجموش نحن كل شركه نحطوا قدامها دوريه. دونك هنا هم يلزم يساهموا في التعميم الذاتي بتاعهم ويردوا بالهم معناها. ونحن بالطبيعه الوزاره الداخليه قائمه بواجبها، المؤسسه الامنيه قائمه بواجبها، ونحاولوا نحدوا المظاهر. واضح، شكرا لك سيد فكر ابو صغيه. الناطق الرسمي باسم وزاره الداخليه، هذا ملف اخر. سرقه وليت الكابلوات للدنيا في النهار 20%. انت تسرقت في المعمل نتاعي؟ شوف خلطياتي بالاشارات سرقوا لك اي سرقوا لي الكابلوات في المعمل وقت اللي جات الكورونا. قعدنا بريود ما نخدموش، ما عندناش عسيس غادي، ولا مشيت حسن نلقى الكابلوات كل منحي. شنو رايك؟ شنو رايك حسن بن عوف؟ شنو رايي؟ رايي يعني هذا شيء فظيع. لا والمشكله يعني وين؟ فظيع ومش جديد راه. لكن زيتك تسمع الارقام قداش يزيدوا؟ خرجنا بالتنظيم. هذا وقع في الثوره وقبل الثوره ربما يعني. هذه سرقه الكابلوات والنحاس وكذا كذا. ويعني هي جريمه يعني معناها هذه هو سماها السيد سيد فكر ابو صغير. اي سماها بارك الله في بالظاهره. اش معنى الظاهره؟ هو الحدث الذي يتكرر. يعني مش يقع مره وكهو، هذا حدث يتكرر يلزم يعالجه، يلزم تقع معالجته. تقع معالجته نحن الجهه الامنيه هي جهه الداخليه، ما فيش كلام. ثم السيد فاكر يقول لهم للمؤسسات هذه اللي متضرره المتضرره، لانه فما زوج جهات متضرره، الشركات متضرره والمواطن متضرر. والمواطن صحيح. اي يا اخي ما يلزم يقولوا له يا اخي يا اخي خرجنا من مو محمد ثم دي زون اندستريال. اي ما تنجمش تعمل فيهم برشا حاجات، ثم دي زون اندستريال ما تنجمش احسن تحصرهم امبوسيبل. صح يلا يلزم الحلول، لانه مساله خطيره برشا. هذه مساله اقليميه لانه موجوده في تونس، موجوده في الجزائر، موجوده في المغرب، وبنفس الارقام تقريبا. خرجنا في تونس من التنظيم الفردي لعمليه السرقه الى تنظيم العصابات المنظمه في سرقه النحاس، لانه ماده مثمره ويبيعها باموال طائله ويصدرها، يخرجها عن طريق التهريب. تجديد العقاب يا استاذ، يخرجها عن طريق التهريب سي حسن. يا ودي شوف المشارك في الجريمه هذه سواء كان السارق واللي اللي يشري المسروق واللي يعني يعاون الواحد، يلزم فما امور هذه جرائم يعني تهدد التماسك الاجتماعي واستقرار المجتمع وامنه. وللمعلومه انه المشارك كما الفاعل الاصلي نفس العقوبه، المشارك كالفاعل 36 دقيقه. الاصل في الشيء هو وقت الحوار. وفتنا وقت الكويز ولكن استثنائيا حاتم، نحن ما نحبوش استثنائيا. استثنائيا والله بهذاك حاتم استثنائيا خرج منها اشياء جميله استثنائيا. وتمعين في رحابه صدره باش ناخذوا 5 دقائق من الحوار وباش نعملوا فيه الكويز للفريق. مش مسيب فينا توتس سيدنا ما جاش اليوم ولا راح ما يعمل فينا سي محمد كنا فرق صغار. لا حاشا لازم يعدينا بالامتحان بالكويز. شكرا الكلمه هذه. اول سؤال نبدا به مش بك تغزر لي سؤالي ليك انت شخصي. خالد التويتي، ما المقياس الذي يستخدم في قياس سرعة السفن؟ عنديش. حاتم الجيزاني، عقدة. العقد. العقدة اي صحيح. خالد يقول العقد. العقد اي. تأكد إجابة حاتم. تأكد إجابة. راهو خالد وانتي بطل الكويز. طارق العليمي، صحيح اللي قاله حاتم صحيح. العقد. العقد اي. قول قول سي حسن قول. عقدتنا. العقدة نقطة للجميع. إجابة صحيحة هي العقدة، إنه هو المقياس. السؤال الثاني، ما هو الحيوان الذي الذكر متاعو هو اللي يعيش الحمل في عوض الأنثى؟ هذه نعرفها وعندنا مثل تونسي فيها. هاي تفضل نبدا معاك. لا لا بربي ما دام يعرفها. يا سي حسن اللفعة مساساة في تونس كي تبدا مرأة تحكم. لا 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 هلو يا لا خليها مع عندك امثالك الشعبية. لا هاني سكت. لفعة هي الإجابة. حسن بن عثمان، أنا مستحيل نزيد على الكبت. قال اللفعة اللفعة. شو الوثيقة هذه اللي تبنيت ما دام يعرف هو يعرفها يا أخي لهذه الأمور. أنا فما حاجة ما نعرفهاش. الحيوانات هذم الحيوانات هذا عالم يا أخي. أمم 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 من الطيور والحيوانات والكلب. حاتم الجيزاني أعطى فيك الثقة. هو قال لك دقيقة كويس وأنت كمل. كملنا خالد التويتي قال قبل عنده فيك ثقة. حاتم الجيزاني انت شنو الحيوان اللي تقول؟ هي رتيلة. حشرة. رتيلة حيوان حشرة. ايه استاذنا
لا هي شو نقول لك مش قال هو خالد الافعى وبكل لا قديش متاكد على 10 قديش متاكد بتبعتها انت على 10 لا على 10 قديش متاكد خالد 11 11 على 10 ليش على 10 من اين لك كل هذه الثقه منين تجيبها ناسيونال مكان تاعنا هو ما كانش على المثل راهو عنده ما خلانيش ثاني سكت يا سي حسن بربي نحب تصفيقه كبير على خالد التويتي اللي اجابته غلطه 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 نعطيك الاجابه الاجابه استاذ نعطيك الاجابه حصان البحر ناشيونال جيوغرافي اللي عندي في الدار مش اللي عند خالد حصان البحر هو الإجابة الصحيحة نقطة طارق العليمي متقدم اليوم هل يأكد انتصاره وإلا لا في آخر حصان سؤال حصان البحر هذا عنده فرصة بتاعه متاع البحر ولا كيفاش في فرص البحر في آخر احنا نعرف الدنيا دي أنت وذكر كيفاش اذكر آخر سؤال اليوم الاثنين طبعا نقراو خليوه سؤال مفتوح باش نعرفوا اجابه على باش نعرفوا دروس الحكم الحاضر نفسك ما يزيدش على نفسي زيد نوتيز باش يقعد بعد اي حاتم الجيزاني الحوار الدوامه نهايه الاسبوع سعيد للفريق سونيا دهماني شو سونيا دهماني وكذا قال لي قول لي لسن لسن شبيك شبيك حبي الحياة حبي الحياة طبعا أنا تستحق أنا تستحق شكرا لك أستاذنا إن شاء الله نهاية أسبوع سعيد يعيش نهاية أسبوع سعيد إن شاء الله يكون أسبوع أول للدوامة بلوس موفق للمستمعين اللي استمعونا وإن شاء الله كالعادة الاثنين هم الساعتين متاحهم بمعلومة تفيدهم وبضحكة موجودة زي حب أقول حاجة الجيزاني إن شاء الله أخويا برشا الحان عندك برشا ان شاء الله نشوفك في مخير برشا يعيشك ان شاء الله يوليو يخلصوك المغنين عنده مسيره فيها برشا فيها برشا عقد يعني تريح يعني لانه سريع جدا وكان ضيفي برشا مرات حاتم الجيزاني تسوي حوار الدوامه